واصفح أنت الرابح وغدا تهجر. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نجتمع بكم بفضل الله تعالى خلال هذه السهرة المباركة، سهرة إصلاح ذات البين، مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري، الرجل المصلح الذي يحاول إصلاح ذات البين دائما استنادا إلى القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة. إذن دائما معنا أوفياء برنامج والصلح خير. نرحب بكل من يتواصل معنا عن طريق اتصالاتهم وعن طريق هذا المباشر على مدار ساعة وعشر دقائق. تحية طيبة للجالية المسلمة بالمهجر، ولا أنسى أن أذكر بالأرقام الهاتفية التي تشاهدونها خلال هذا البرنامج. إذن نرحب بكم من أجل إصلاح ذات البين. نستمع دائما إلى نصائح فضيلة الدكتور السعيد بويزري، الرأي السديد والفكر النير الذي نستخلصهما دائما من خلال حلقات برنامج والصلح خير. مرحبا بكم مجددا. أول ما نستفتح به هذه السهرة هو الترحيب بالرجل المصلح الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نجاة. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. أين كل القضايا التي كانت أمامي دكتور؟ الحمد لله هي في المحفظة دائما، والآن نكمل إن شاء الله بعد إن شاء الله دكتور. إذا قبل هذا وذاك أذكر بأنه من خلال هذه الحلقة وعلى المباشر تتواصل معنا الزميلة زينب عبر لغة الإشارة المخصصة لفئة السم. عليهم أن يتواصلوا معنا من خلال كتابة قضاياهم عن طريق الفاكس، وهو 021 37 41 20 021 37 41 20. شعار هذا الموسم ولا تنازعوا، وأيضا الأرقام الهاتفية هي 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل بنا من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213. حلقة سهرة هذا الثلاثاء من برنامج والصلح خير عنوانها معا نحو الصلح. إذن معا نحو الصلح، قبل أن نبدأ في هذه الحلقة علينا أن نعود فضيلة الدكتور سعيد بويزري إلى اتصالات يعني المشاهدين الكرام خلال الحلقة الماضية. بقيت جميلة من تبسة التي اتصلت بنا، أم عمر من فرنسا، ثم السيد بوعزة من البيض. بالنسبة لي جميلة من تبسة دكتور كانت قد ذكرت بأنه بعد الوفاة تاع الوالد تاعها هي التي من تحصلت على لوشيك دو ديسي، وقالت بأنه جميلة من تبسة صرفت هذا لوشيك ولكن وخلصوا يعني الدراهم كما قالت هي. قالت الآن أنا صرفت هذا الأموال ولكن هل هذا يعني الشيك هو من حقها أو حق شخص آخر؟ للتذكير أنه جميلة من تبسة هي غير متزوجة وعايشة في البيت الوالد رحمه الله. تفضل. نعم. دكتور لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بسم الله أسلم أنوان أرث ذويل تنوان والصلح خير. الأخت جميلة من تبسة مات والدها رحمه الله تاركا ثلاث أبناء وخمس بنات. بالنسبة لما يتعلق بالميراث، يعني في المسألة شقان، الشق الأول ما يتعلق بالميراث، دائما نذكر السادة الأفاضل بأن المواريث كما ذكرنا في لقاءاتنا السابقة أن الميراث كلما وزع عملا بالفريضة الشرعية كلما تحقق الاستقرار داخل الأسرة. نعم. وحافظ أفرادها على اللحمة الأسرية. لأن المال قد يكون سببا في قطع الأرحام،
قد يكون سببا في حصول نزاع أو خلاف. أو خلاف بين لذلك الأقرب. إذا كان سارعوا طبعا كي نقول سارعوا لا أقصد وبين هذا الأمر جيدا أن يكون توزيع الميراث مباشرة بعد الوفاة يعني في الأيام الأولى وفي الشهور الأولى قبل أن تتغير طبيعة المواريث أو نعم. مشتملات التركة من عقارات ومنقولات نعم. لذلك في الفرضة الشرعية واضحة فالأبناء والبنات الجميع يرثون طبقا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ما يتعلق بهذه المنحة ورأس المال الوفاة هذا ليس ميراثا هذه أمور قانونية مقررة من قبل المشرع الجزائري لتقديم دعم للأسرة يديروا ميم هذا كيسمى العشاء تاع الجنازه الجنازه يجوا الناس وكذا الى اخره حوالي 10 ملايين سنتيم وهكذا يعني نعم. وكذلك بعد ذلك تكون المنح خاصه مثلا بغير المتزوجه البنت غير متزوجه نعم. القانون يمنح لها منحه لها هي من ذوي الحقوق ما يجيش اي واحد وارث واحد اخر يقول انا ارث في منحة في الكابيتال دي سي يعني رأس المال الوفاة وأرث في هذاك المنحة الممنوحة للأرملة حين وجدت وأرث في المنحة الممنوحة لغير المتزوجين نقولوا ذوي الحقوق منهم هم الذين حددهم القانون للاستفادة من تلك المنح ديستيني نعم. يعني محسوب هذه موجهة موجهة نعم. لا يجوز أن تحول لأنه لا سمح الله لو كان يكون نزاع ويرفع الأمر للقاضي القاضي يطبق القانون في المسألة نعم. يقول هذه المنحة ممنوحة قانونا للبنت غير متزوجة إلى عندها 40 50 سنة غير متزوجة القانون يمنح لها ذلك يعني تأمين نعم. لها لحياتها ربما ما تحول إلى اليسار يعود إلى اليمين بارك الله نعم. فيك فبتن نقول إذن الناس حذاري من الاستيلاء على هذه الأموال بغير وجه حق وبذلك تخالفون الشرع وتخالفون القانون من جهة أخرى بارك الله فيك انتهينا من جميلة دكتور أم عمر اللي تقول بأنه زوجها طلقها عن طريق سكايب هذه الظاهرة الجديدة عن طريق سكايب عن طريق الهاتف النقال عن طريق رسالة صوتية رسالة مكتوبة تفضل دكتور أكيد تفضل قرار الزواج صعب وقرار الطلاق أصعب هذه رسالة أولى سبحان الله التكنولوجيا لم تصنع لهذا لم تصنع لإرسال التهديدات أو الطلقات عبر سكايب وعبر الرسائل القصيرة SMS ولا المساج كل هذا غير صحيح ولكن من ناحية الشرعية هذا طلاق واقع لأن الطلاق يقع بلفظ اللافظ يقع بالألفاظ بالكلمات المفيدة لمعنى الطلاق وكذلك يقع بالكتابة والكتابة قد تكون يدوية باليد وقد تكون عن طريق إلكترونية بريد إلكتروني ممكن عن طريق سكايب عن طريق كل هذه الطرق يقع بها الطلاق كما يقع الطلاق أيضا بلغة الإشارة وأختنا زينب تترجمه ولا بد أن نتعلم أنا وأنت يعني لغة الإشارة دكتور علينا أن نتعلم مع زينب وزينب إن شاء الله تعلمنا لدينا كاش حصص تدريبية إن شاء الله وبالمناسبة قبل الحصة يعني علمت لي حوالي ثلاث كلمات يعني أو ثلاث إشارات دكتور. يعني نعم فإذا غابت يعني أخت زينب ممكن نعاونها يعني. نعاونك يعني طيب تعاوني في كل شيء دكتور الله يبارك فيك أقول وتحية أيضا من قبل الأخت زينب بارك الله فيها بارك الله فيك زينب ومن خلالها لهذه الفئة المحترمة اللي نحبوها بزاف اللي راهي تتابعونا عن طريق لغة الإشارة الإشارة نعم طيب ولكن بعد ذلك هي قالت أختي نجاة تذكرين قالت منذ شهر وأسبوعين يعني كنزيد السمانة هذه معناها شهر وثلاث أسابيع وثلث أسابيع نعم وقال رجع وقال كنت غضبانة هكذا قال الجواب مادام هو يقول كنت غضبانة طبعا موضوع الغضب هذا يكيد الرجل إذا طلق زوجته لا يطلقه وهو في حالة غضب أو استنفار نعم. من أمر أو نعم لذا الطلاق يقع إلا إذا كان الطلاق بالغا
يعني مبلغا كبيرا لا طلاق في إغلاق إلى درجة أن الرجل يطلق زوجته ولا يدرك مآلات الأقوال أو الأفعال، لا يتحكم في 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 ألفاظه وفي تصرفاته. إذا بلغ هذه الدرجة من الغضب هذا الطلاق لا يقع باتفاق، ولكن إذا كان مجرد غضب عادي فهذا الطلاق يوقع يعني يقع به الطلاق مرتبا لآثاره الشرعية المختلفة. طيب، ولكن مدام هو كما قالت رجع، مدام عنده شهر وثلث أسابيع، نقول يا أم عمر من فرنسا يجوز أن يراجع زوجته إما بالهاتف أو بسكايب كما طلقها، بالوسيلة نفسها التي وقع فيها الطلاق تتم بها الرجعة. لماذا؟ ما دامت العدة لم تنقضي بعد. رب يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ورب قال في آية أخرى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن ما دام راهي في مدة العدة هذا يعتبر طلاق رجعي، يعتبر طلاقا رجعيا، ومن أحكام الطلاق الرجعي تجوز الرجعة بجميع الوسائل بلا عقد ولا مهر جديدين على أن تتم هذه الرجعة في فترة العدة قبل انقضائها. هذا واش ننصح به إن شاء الله، وبذلك ينتهي هذا الإشكال وتعود المياه إلى مجاريها على ألا يعود إلى مثل هذه الطلقات بسكايب ولا بأي وسيلة أخرى. بارك الله فيك دكتور، شكرا. بعد أم عمر سيد بوعزم البيض الذي اتصل وقال ظاهرة مسألة اختطاف الأطفال التي استفحلت في مجتمعنا الإسلامي، وأصبحنا يوميا نسمع أخبار عن اختطاف الأطفال في جميع ربما الولايات. دكتور تفضل. لكن تفضل، في الحقيقة كما وعدنا السادة المشاهدين سنخصص حلقة يعني لمعالجة هذه الظاهرة الجريمة، هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، هذه الظاهرة التي تمس فلذات الأكباد وتمس الأبرياء من الأطفال. ما ذنبهم؟ ما ذنب الأطفال؟ أحيانا يختطف الأطفال انتقاما من والديهم أو من والداتهم أو من أحد عائلاتهم. ما ذنبهم؟ وربنا يقول في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني إذا كان واحد عنده أي إشكال مع أي كان لا يلجأ إلى هذا الأسلوب الخطير البشع، جريمة بشعة بجميع المقاييس، بمقياس الشرع، بمقياس الأخلاق، بمقياس القانون، بمقياس الأعراف. والأخ أبو عزة كان يتحدث عن القانون الرادع. أنا معك يا أخي أبو عزة، حقيقة هو ذا كان إنسان ما يخافش ربي. هنا لازم يجي القانون. الله يرحم ربي يرضى على عثمان بن عفان ذي النورين، الخليفة الراشد، يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. حنا نتمنى أن الناس تتوب وتعود إلى الحق بالقرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن منهاج حياة. ولكن إذا كان هؤلاء الناس لم يرتدعوا ولم يتوبوا لا بد من سلطان، لا بد من قانون رادع من أجل علاج هذه الظاهرة واستئصالها من مجتمعنا نهائيا. شكرا يا أخي أبو عز على مشاركتك. نسأل الله عز وجل أن يرد أولئك الأولاد إلى أسرهم وإلى عائلاتهم سالمين غانمين، وأن نتعاون جميعا من أجل معالجة هذه الظاهرة لتزول نهائيا من مجتمعنا الجزائري ومن مجتمعنا الإسلامي بل ومن المجتمع البشري. شكرا دكتور. قبل أن نمر إلى قضية إبراهيم من العاصمة وهي مراسلة كتابية دكتور تتعلق بالعقار، أتقدم إلى كل المشاهدين الكرام بمناسبة يعني فوز الفريق الوطني الجزائري على نظيره التنزاني بسفيان، 7 أهداف
7 أهداف مقابل 0 في إطار نهائيات تصفيات كأس العالم 2018 التي ستكون مجريتها في روسيا بحول الله تعالى. إذن هنيئا. نعم، إذن يقول صوفيا تأهل إلى دور المجموعات، هنيئا للفريق الوطني الجزائري. دكتور، والعقل السليم في الجسم السليم، أليس كذلك؟ نعم، نسأل الله أن يوفقنا لتسجيل أهداف. نعم، إن شاء الله في مجالات أخرى في، نعم، جميع المجالات. نعم، وأنا بدوري أهني الفريق الوطني، نسأل الله عز وجل له التوفيق والتمكين إن شاء الله. دكتور، وعلينا أن نسجل أهداف فيما يخص ترتيب وإدارة علاقاتنا في إطار التسامح والتصالح والتسامح فيما بيننا. قبل مشاهدة دكتور الروبورتاج، قضية إبراهيم من العاصمة اللي يقول الوالد تاعو توفى في 1980. نعم، في 1980، والوالدة توفت في 2001، وتركوا بيت من طابقين، يعني فيلا في العاصمة. الأولاد هم 5، 3 أولاد وبنتان، بنتين. الكبير معاق حركيا، ويقول السيد إبراهيم أن الأب تاعو قبل ما يتوفى وهب للابن تاعو إبراهيم الطابق الأسفل للمنزل، ولكن دكتور يؤكد دون وثائق، عطالو دار دون وثائق طابق. ملاحظة، بعد وفاة أم إبراهيم في 2001 استولى أخ إبراهيم الآخر على الطابق الأعلى للمنزل بدون استشارة الورثة، يعني دخل ودى البيت نهائيا وراه قافلو، يعني لأنه مع العلم أن الورثة بعد وفاة الأب في 1980 تنازلوا للأخ هدايا اللي استولى على الطابق الأعلى، تنازلوا له بشقة في الجزائر العاصمة فيها 4 غرف أفكات. السؤال سيد إبراهيم يقول بالنسبة للقضية تاع الأخ تاعو هذا اللي استولى، هل يرفع الورثة قضية ضده، يعني الخاوة والخواتة يجتمعوا ويرفعوا قضية ضده، وهل يجوز ذلك؟ قال لك حتى ما تنقسمش الأرحام. ويقول أنه بعد وفاة الأم داروا فريضة، ولكن كان خطأ في عناوين الورثة، ما عودوش جددوها من جديد، والمشكل قائم. يقول ماذا أفعل؟ تفضل. لك الفضل. المسألة أخ إبراهيم بسيطة إن شاء الله تعالى. أولا بالنسبة للهبة، ننظر فإذا كانت هذه الهبة مستوفية لشروطها الشرعية والقانونية ومسجلة وموثقة لدى الموثق، فنقول أنها هبة شرعية مرتبة لأثارها. نعم، هذا من جهة. نعم، أما استيلاء ذلك الأخ على باقي، نعم، المسكن بغير وجه حق، فهذا أمر غير مشروع، غير مشروع. لذلك أما بالنسبة للأخطاء اللي وردت في العناوين لآخره، هذه المسألة تقع يعني كثيرا، والحل بسيط يا أخي إبراهيم. قل لإخوانك إذا كان وأخواتك أن يجلسوا مع بعض. الآن يعني المنهج الذي نعتمده هذه السنة إن شاء الله تعالى، نجتهد أن نحسن في أدائنا بقدر الإمكان. نعم، في حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، أنه إذا كان هما راضين، يا أخي إبراهيم نجيو لكم ندير لكم الفريضة، فريضة، ونوصلكم إذا يعني نعطي لكم الإجراءات القانونية لتحرير فريضة من قبل الموثق حسب القانون، ثم نتعاون معكم إن شاء الله تعالى، وبالتعاون مع بعض الخبراء الذين إن شاء الله يكونوا ضيوف بعضهم خلال هذا الموسم معنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم، خبراء عقاريون يجون يعاونون من ناحية الفنية، الفنية، ناحية، نعم، الفنية، نعم، في تقييم وتقويم الممتلكات العقارية والمقولات إلى آخره. هذا الذي أراه، والأمر بسيط جدا، ولا أنصحك برفع دعوى قضائية في هذا الأمر، لأن الأمر بسيط. نعم، لذلك لا يستحق أن يرفع إلى القضاء، ونحن نعلم علم اليقين من نتائج، نعم، نشوفوا، نعم، النتائج، يعني، نعم، المآلات، نعم، علماؤنا يقررون العبرة بالمآلات. فإذا، نعم، كان المآلات تروح إلى الأحقاد والكراهية وقطع الأرحام، لماذا حتى هذه الفيلا يسكنوها بغير راحة، يسكنوها وهما تزيدون، يعني، التوتر. نعم، خاصة أنه، نعم، الخوافين زوج يعني ساكنين في نفس أي واحد، نعم، الطابق والآخر، نعم، في طابق أعلى. نعم، لذلك نقول لابد من إيجاد حل ودي
سليم سريع فعال، والخروج من حالة الشيوع اللي راكم فيها. نعم. بأخصر طريق وأقل التكاليف. نعم. هكذا سي إبراهيم، وربي يفري على خير إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، شكرا. إذن هكذا لكل مشكلة حل مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري، كيف لا، وهو الذي يصلح ذات بيننا من خلال هذا البرنامج. نتابع فاصل نتعرف عليه على الأرقام الهاتفية للتواصل معنا، ثم نعود إليكم. نريد التواصل مع برنامج والصلح خير. نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@tv.cz أو عبر موقع الدكتور سعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على رقم مكتب الدكتور بويزري 026 12 74 41، أو الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43، 021 39 42 42. هي الأرقام تحت خدمتكم، يمكنكم الاتصال بنا على المباشر لعرض القضايا، لعرض الخلافات والنزاعات، ويستمع إليكم فضيلة الدكتور السعيد بويزري، ويطرح عليكم أو يقترح عليكم أفضل وأنجع الحلول، ألا وهو إصلاح ذات البين. قبل أن نشاهد الروبورتاج في هذه اللحظات القليلة أو بعد قليل، سنستقبل ضيف نتواصل معه خلال هذه الحلقة من برنامج والصلح خير، وعنوان الحلقة هو معا نحو الصلح. قبل ذلك، في الكثير من الأحيان عندما يقع خلاف بين اثنين، يكون أول شخص من بين هؤلاء الأشخاص الذين يتصارعون ويتنازعون ويختلفون في آرائهم أو في حول عقار أو حول مشكلة، يسبق أي واحد فيهم إلى التسامح وإصلاح ذات البين. كيف يكون ذلك التسامح؟ يكون عن طريق هذه التظاهرة التي قمنا بتصويرها، وهي تظاهرة من تنظيم جمعية العلماء المسلمين شعبة باب الواد. تابعوا معنا هذه التظاهرة، شعارها اسمح بنتنا، ثم نعود لمواصلة النقاش في برنامج والصلح خير وعلى المباشر. تابعوا معنا. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لي. التسامح هو أن تفتح قلبك وتسامح أقرب الناس إليك. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. التسامح هو الترفع عن الصغائر والسمو بالنفس البشرية إلى مرتبة أخلاقية عالية. سيد منير، جميل جدا أن الإنسان يلقى روحه أمام زرقة البحر، خاصة إذا كان ما عندوش الهم في رأسه، يشوفها كفي جمال طبيعة، ليس كذلك؟ صح، هاي، لكن ما كانش إنسان خالي من الهم. كل إنسان عنده لو كان حاجة صغيرة في قلبه كاين مشكل. كاين طيب سي منير، إذا قلت لك باللي التسامح يعني متجدر في الأسرة الجزائرية، ولكن في الكثير من الأحيان وين الشخص ما يجي صعيب عليه باش يسمح ولا باش يطلب سماح. شفت روحي في بزاف مشاكل كيما هكا، ساعات أنا اللي نولي نسامح، ساعات أنا اللي لازم نطلب السماح. لكن أي إنسان لازم يسامح ولازم يطلب السماح، باسكو ما كانش واحد دايم في الدنيا هذه، كل إنسان ما راحش يخلد فيها. واحد ما باش اسكو غدوة راح يعيش ولا ما يعيشوش، دو بريفيرونس يسامح ويطلب السماح خير من اللي من بعد يولي في اسكو غدوة عند ربي سبحانه تولي أمر واحد آخر، ما تبقاش كما راهي في الدنيا هكا. المسامح كريم. المسامح كريم، بارك الله فيك. مرحبا بك في العاصمة، وإن شاء الله يكون نهاية الأسبوع ممتعة إن شاء الله. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تهجر. البعض من الناس من الصعب عليهم أن يتصالحوا، ولكن الشريعة الغراء تدلنا على التسامح، والمسامح كريم. تعالوا معنا لنكتشف هذه التظاهرة.
أنت الرابح. التسامح هو العفو عند المقدرة وعدم رد الإساءة بالإساءة. سرين بعد زيارتك لهذا المعرض حول التسامح والشعار تاع اسمح بنا، واش استنتجتي؟ استنتجت انه علاش العباد ما يسامحوش؟ ربي سبحانه اللي خلقنا ويسامح، كيفاش احنا عباد عبد كيفي كيف وما نسامحوش؟ الواجب تاعنا نسامحوا، الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء لازم نسامحوا، هذه هي، ما يقعدش الواحد شهيد الحقد في قلبه على اي واحد يكون، هذه هي. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذا. المعرض عجبني بزاف ومبادره مليحه، خاصه المسامح كريم، واش رانا نسمعوا المشاكل هذه راهي تصرا من الحقد اللي بزاف. نتمنى ان شاء الله الناس يستفادوا من الحصه هذه ويتبعوها ويسامحوا، والدنيا هذه مسامح كريم. كل جرح القلب بلسم وانشر الخير. التسامح قد يقلل كثيرا من المشاكل التي تحدث بين الأقران والأحبة. قلبك يصفو سامح أنت الرامي. إذن معا نحو الصلح، معا نحو التسامح، معا نحو الصفح فيما بيننا والتصالح فيما بيننا. قبل ذلك شاهدوا معنا من خلال هذا الجينجل من هو ضيف الحلقة. إذن ضيف الحلقة يتواجد معنا في هذا المباشر، ألا وهو السيد محمد مزيان، عضو بجمعية العلماء المسلمين، وهو الذي كان مع مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن إصلاح ذات البين ويحاولون أن يقترحوا أفضل وأنجع الحلول في مجتمعنا، ألا وهو الصلح. هي تجربة فتية على كل حال من خلال هذه التظاهرة كانت استضافة هذا الضيف حتى يتواصل مباشرة مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح أطال الله في عمره. قبل ذلك مرحبا بك سيد محمد مزيان. مرحبا بك. مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. ها هو الدكتور سعيد بويزري أمامك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أولا وقبل كل شيء أشكرك الأخت نجاة على هذه الاستضافة، ومن خلالك أشكر جميع القائمين في هذه القناة الهادفة النقية الطيبة التي بمواضيعها وببرامجها الطيبة تصلح للعباد وللبلاد والحمد لله. ويزيدني فخرا وحبورا أن هذه الاستضافة يعني مع شيخي العلامة الدكتور سعيد بوزري الذي تعلمنا منه الكثير من خلال هذه القناة، وما كانت هذه التجربة إلا محاولة محاكاة ولو الشيء القليل كما يحاكي العصفور أباه في هذا الخير، وإحنا إن شاء الله نستفيد منه كثيرا، وهذا شرف لي أنني اليوم راني موجود بجانبه. بارك الله بك. مرحبا بك. إذن دكتور سعيد بوزري، هذا محمد مزيان، كانت التظاهرة شعارها اسمح بناتنا، وبعد التظاهرة مباشرة قمتم بتأسيس لجان الصلح على مستوى الأحياء، وربما تتعاملون أيضا مع المساجد. الدكتور سعيد بوزري أمامك، إذا كان ممكن تأخذ التجربة منه أو تريد أن تتعرف على تقنيات الصلح، لأنه هذه مبادرة طيبة نشجعوها، وحتى المجتمع بأمس الحاجة إلى إصلاح ذات البين، ومجتمع أيضا بأمس الحاجة إلى فك كل النزاعات والخلافات حتى نستقر ونهنأ، مثلنا مثل الشعوب التي تحترم نفسها. طيب دكتور، ها هو أمامك، خذ راحتك، أسأله في أي سؤال ربما سبت نفسك فيها في ضيق وما لقيتش ربما من يحيطك بعلمه وبفقهه. تفضل. أنا أكيد إحنا شيخنا سعيد بوزري إحنا بإذن الله ما نشطلقينه من اليوم، وإحنا شادين في الجلابة تاعو حتى إن شاء الله بإذن الله نديو الشي اللي التجربة تاعو الكبيرة والعلم ديالو نالو منه
ان شاء الله باش نفيدوا، وخاصه البلديه تاعنا بلديه باب الواد. نعم. احنا جمعيه العلماء المسلمين شعبه باب الواد هي في الحقيقه شعبه فتيه تقريبا 3 سنوات ونصف فقط. نعم. وكانت قبل ما تقوم بهذه البادره كانت قامت بعده حملات ولكن ما كانتش التغطيه كما نقولوا احنا الاعلاميه. نعم. كانت حملات مثلا، وهذه تعتبر حمله دعويه. حمله دعويه من بين اصلا اسمها الحملات اللي كنا نديروها هي حملات دينيه تثقيفيه اصلاحيه. نعم. بيناتهم مثلا نذكر العناوين فقط، أننا قمنا مثلا بالصلاة هي 5 وهي 50، نذكر الناس بالصلاة وعدم ترك الصلاة. كذلك درنا مثلا الحجاب، قلنا أنت بالحجاب أجمل، حملة أنت بالحجاب أجمل. درنا كذلك على المخدرات، المخدرات ألم وألم وأمل، وحتى وصلنا بها هذه حتى البرلمان واستدعينا البرلمان وتكلمنا في البرلمان في إطار المخدرات، كانت ناجحة بزاف تاع المخدرات. وكذلك حتى الأمور الإنسانية درنا التطوع بالدم أفديك بدمي. درنا كذلك التدخين، دعي التدخين وابدأ الحياة. درنا كذلك بين الحملات اللي درناها كذلك في أمور العلمية في التحفيز على الناس مثلا. نعم. كيفاش في رمضان مثلا لما جاء في فصل الصيف وكذا كيفاش نحفزوا الناس، سميناها الباب المفتوح للتوبة. نعم. وباب مفتوح للعمل الصالح، كانت عدة حملات. نعم. فهذه الحملة بداية هذه السنة في شهر محرم المبارك لما جلسنا وشفنا أن الصلح شيء مهم كثير، وخاصة في المجتمع ديالنا في الأونة هذه بالذات، لأن بالصلح راح نخدموا المقاصد الخمسة تاع الشريعة الإسلامية. بالصلح والتسامح راح ممكن نوصلوا حتى نغلقوا أبواب السجون ولا نقصوا منها، نقصوا من الأمراض هذه اللي راهي تكثر. أنا بصفتي كطبيب الكثير من الناس ممكن يقول لك وش علاقة التسامح بالصحة. العلوم الحديثة بينت أن علاقة وطيدة بين التسامح والصفح وبين صحة الإنسان. لأن فينا أمور فيزيولوجية وفينا كما نقولوا احنا دي سيكريسيون اللي يوقع في الإنسان، هو نسيج يعني بارك الله فيك متكامل. الخيوط تاعو هي ربط أواصر المجتمع الأسرة. بارك الله فيك. ربما نتيح الفرصة حتى نفتح باب الحوار. بارك الله فيك. والمشاهد الكريم ينتظر اتصالاتنا. دكتور سعيد بويزري، خلاصة القول بالنسبة ما يعني كل هذه التظاهرة يعني تفاصيلها اللي تقدم بها السيد محمد مزيان في حلقة اليوم. تفضل دكتور، ربما تريد سؤال. نعم أو نعم تضيف تفضل. أخي محمد مرحبا بك مجددا. في الحقيقة يعني هذه بشرة خير، يعني نسأل الله عز وجل دوام هذه النعمة وتمامها إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لشبابنا وشاباتنا في هذا القطر العزيز في إقليم الجزائر تنظيم هذه الحملات النافعة الخادمة للمجتمع. نعم. وخدمة المجتمع شرف، هذا من شعارات هذا البرنامج، خدمة المجتمع شرف. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الناس إلى الله قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. تنظيم هذه الحملات الهادفة الهادية الهادئة يعني ستغير إن شاء الله تعالى مجتمعنا إلى أحسن حال. قبل ما ممكن في سؤال أختي نجاة نطرحه الأخ محمد، تفضل. يعني هذه الحملة الله يبارك دارت في شعبة باب الواد. نعم. يعني هل هناك يعني تفكير باش الشعب المنتشرة لجمعيتنا الموقرة جمعية علماء المسلمين الجزائريين على رأسها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق السوم والطاقم العامل معه، هل هناك تفكير لتنظيم هذه الحملة بالذات في هذا الوقت بالذات على مستوى جميع شعب الجزائر؟ هذا السؤال. والله هذه أمنيتنا وهذه غايتنا. احنا كما نقول لك بدينا ولعل نكونوا كالدال على الخير كفاعله. نعم. ولعل نكونوا كذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. احنا هدفنا لو الأمور هذه تكبر وتولي على في كل حي ولما لا على الوطن كامل تكون لجنة تاع الصلح. نعم. اللي راح تنقص بزاف المشاكل سواء بين الأفراد أو بالجماعات، فيها أجر عظيم. زد على ذلك أن الإنسان في إحنا الآن ولينا الجار والجار ديالو، الأخ والأخ ديالو، الإبن والأب في خلال هذه إيه لا داعي نتكلف هذه الأمور لأن خلاص ولا الظاهرة العيان أصبحت من يومية فلابد الإنسان يتحرك ولا من يومية توصل الجزائرية. نعم. وما هذا الشيء اللي نشوفه كله إلا من انتقام وعدم التسامح. حتى ظاهرة هذه خطف الأطفال والعياذ بالله اللي انتشرت في أيامنا هذه لو نفتشوا فيها نصيبوا الانتقام والعياذ بالله الرأس
الأساس فيها. فبالتسامح وبالعفو راح عدة آفات حنقضيو عليها. ويا ريت حنا تزيد هذه الأمور. حنا على كل حال استدعينا الشعب المجاورة لنا كما تاع بولوغين كما تاع زغارة كما اللي قرب لنا وقلنا لهم على هذه الحملة. ولعل إن شاء الله الأمور هتزيد. وحضر حتى رئيس الجمعية حفظه الله الشيخ الدكتور قسوم وشكر بزاف وعجباته وقالنا ديروا لي التقرير باش نحاولوا كيفاش نعموا هذه البادره ان شاء الله. وربي ان شاء الله يوفق لما فيها الخير. تكتفي بهذا دكتور؟ تكتفي بهذا. إن نترك المجال للمشاهدين ان شاء الله اذا كان ان شاء الله. اذا تبقى معنا السيد محمد مزيان وتشاهد معنا الحلقه وتستمع معنا الى كل من يتصل لاصلاح ذات البين. اذا اذكر بالعناوين نستقبل مكالمتكم الهاتفيه 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن اراد ان يتصل من خارج الوطن ما عليه الا ان يستعمل 00213. هل هناك مكالمه سفيان او سيد احمد؟ نعم. اذا ننتظر اتصالاتكم. قبل ذلك دكتور بالنسبه للجان على المستوى الاحياء هذه هي المساجد وارقام الهاتف. دكتور يحب لابراتيك في الصلح وهذه هي التظاهرة اسمح بنتنا دكتور. أما هذا فيتعلق بالبريد العادي بالنسبة لقناة القرآن الكريم السيد دكتور سعيد بويزري قناة الخامسة برنامج والصلح خير. تفضل دكتور. ألاحظ فيه لجان الصلح على مستوى المساجد. نعم ما شاء الله هذه في الحقيقة مظهر صحة لأن المسجد له رسالة في المجتمع متعددة الأبعاد، رسالة تعبدية، رسالة تربوية من خلال زراعة القيم والمبادئ الحافظة للمجتمع المحققة لتماسكه، رسالة إصلاحية، رسالة اجتماعية. إذن فهي رسالة متعددة الجوانب فضلا عن الرسالة التعليمية لأن المسجد أيضا يعلم. فبارك الله فيكم أخي محمد وجزا الله خيرا كل من يعني حضر في هذه التظاهرة هذه الحملة الشرعية التربوية الحضارية. إذن دكتور قبل استقبال المكالمات الهاتفية أو في انتظارها دكتور حالة سيدة يعني ما خلتش الاسم تاعها من بومرداس. من؟ شكرا. إذا نستقبل أول مكالمة هاتفية. يقول زميلي من العارضة التقنية نجاة من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم أختي الكريمة نجاة. السلام عليكم. مرحبا بك في برنامج الصلح خير. السلام ورحمة الله. سلامك أختي. مرحبا تفضلي. السلام عليكم. السلام عليك دكتور بوجري. عليكم السلام مرحبا بكم أهلا وسهلا. نعيط من تيزي وزو حبيت نسقف حبوس. أنا جدي مات في 65 وحبس الأرض والمنزل وكل ما يملك على بناته وكان بقى في عمره 14 وعلي في عمره 22. السؤال هل يجوز تما يحبس على البنات بدون الولاد؟ وهل من الممكن إلغاء الحبوس؟ نعم. يعني إلغاء الحبوس علما أن كاين يوجد من بنات عمي اللي هم سكن ما عندهم شو يسكنوا. نعم. كملتي نجاة؟ نعم هذا هو السؤال تاعك. نعم نعم يعني طيب. عن الحبوس هل يمكن إلغاؤه؟ لا هل يصح شرعا نعمله جدي؟ ستسمعين الإجابة نجاة من ولاية تيزي وزو. نشكرك على اتصالك محمد. الله يسلمك بالسلامة. تمن راست محمد من تمن راست من صحراء الجزائر. السلام عليكم محمد. السلام عليكم أخي الكريم. وش راك كيف حالك؟ بخير الحمد لله. شكرا لك وللشيوخ اللي معك.
العفو العفو، هذا واجب العمل بالنسبة للمشاهد الذي ينتظر دائما برنامج الصلح خير. نعم محمد، عندك مداخلة أو عرض قضية عبر المشاهد؟ والله عبر مداخلة المباشر. مداخلة وتشكر، بارك الله يجعل حصة شكر وفقط، ونشكر الشيخ بوزري والشيخ اللي معاه، ونقول للشيوخ يواصلوا على المنوال هذا، وكانوا التسامح والله حاجة رائعة. نعم. ونفكر الجزائريين، نفكر الجزائريين باللي رسولنا مسامح المسامحة، ونفكر الجزائريين باللي رانا أن في نعمة من نعمة الأمان، من كما يقولوا الوئام المدني والمصالحة وقانون الرحمة، يعني في المسامحة واش راه دير. نعم. ونشكركم شكرا جزيلا والله يجعلك في ميزان حسناتك. نعم. بارك الله فيك، نشكرك جزيل الشكر محمد من تمن رصد، ونحن في نعمة الأمان ونعمة التسامح أيضا والمسامح كريم. قبل استقبال مكالمة هاتفية نعود إلى بومرداس. أين قضية بومرداس؟ حالة تقول أنها تعيش حالة هستيريا، سيدة تعيش حالة هستيريا من أجل الأخت تاعها الكبرى اللي تقول عمرها لا يتجاوز 34 سنة. تقول دكتور تزوجت في 2001 وبقات في بيت الزوج تاعها إلا 27 يوم، 27 يوم وفقط وبعدت إلى بيت الأب. السبب أنه الزوج تاعها مريض، وأيضا من بين الأسباب اللي جعلت هذه السيدة تعود إلى البيت تاع الأب تاعها، قالت لك دكتور وجدت السحر في أغراضها وأغراضه وفي كل أماكن البيت. نعم. يعاود يولي تعود يولي ظاهرة هذا السحر دكتور. الآن هي ماكثة في البيت وتقول لم يتقدم أحد لخطبتها بعد طلاقها منذ 11 سنة. نحن الآن تقول نكتفي بالدعاء، ما هو الحل؟ يعني جابوا لها الراقي، قام بالرقية الشرعية، ولكن هي ما زالت على هاته الحالة. ما هو الحل فضيلة الدكتور سعيد بوزري الرجل المصلح بالنسبة لحالة هاته السيدة من بومرداس؟ نعم. تفضل دكتور. أبدأ بهذه المراسلة ثم أعود إلى تدخلات المتدخلين المتصلين، فأقول بالله التوفيق. أولا بالنسبة لأمر الزواج، يعني أخي محمد قبل حين وهو يتحدث عن تأسيس لجان صلح، فنستثمر هذه المناسبة لنوجه هذه الدعوة إلى الرأي العام الجزائري، بل على مستوى الأمة الإسلامية. فإذا شكلنا وأسسنا لجان صلح، نتمنى أن تكون بالمساجد وبالزوايا وبالأحياء وبالقرى والمداشر وفي كل مكان، في كل مكان. لماذا؟ نعم. كل ما يكون أي نزاع هذه اللجنة تتدخل وبسرعة وبفاعلية. لماذا؟ لأنها قريبة من موقع الحدث، وربنا قال في القرآن الكريم والصلح خير وهو شعار هذا البرنامج، ثم أمرنا بالصفح، بل بالصفح الجميل، فالصفح الصفح الصفح الجميل. نعم. والكاظم الغيظ، سورة العمران، والكاظم الغيظ والعافين. نعم. عن الناس العفو. نعم. والله يحب المحسنين. نعم. لذلك نقول مثل هذه المشكلة، مشكلة زوجية وقعت بعد 27 يوما. نعم. هذه ظاهرة مخيفة في وطننا الآن. نعم. يعني إذا كان الزواج زمان كان فيها الزات وزلازل وجوع والمحنة والميزيرية وقت الثورة وكذا، ولكن هناك تماسك إلى أن هذه القيم وتوثيق الصلة بالدين بالقيم الإسلامية بشريعة غراء تخلي هذه الأسرة متماسكة مهما وقعت الزلات وحصرت الزلازل في داخل الأسرة أو في المجتمع. أما إذا كانت الأسرة هشة، يعني التدين رقيق والعلاقة بأحكام الشريعة أيضا ضعيفة جدا، وأمام أي مشكلة تنهار أي مشكلة تافية 27 يوما. نعم. وقع الطلاق. نعم. وبعدين هنا يكون الإنسان ضعيف، ضعيف. تتدخل اعتبارات أخرى. مو
ممكن العين، ممكن كما قالت الأخت السحر، وإن كان هذه المسائل لابد أن ندقق. نعم. القرآن أمرنا بالتبين، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. نعم. نادمين. نعم دكتور. نعم. معدل، أنه أصبح من السهل أنه أي إنسان يفشل في عمله أو في زواجه يقول لك العين والسحر، العين والسحر، وكأنها. نعم. الوسيلة السهلة حتى ما يشوفش ربما إلى الأمام، ربما المشكلة راه فيه أو في الزوجة أو ربما راه في. نعم. عقله في تفكيره، وخايفين أنه يولي 50%. نعم. مرضى و 50% رقات. نعم دكتور، خايفين وصولها الظاهرة. نعم. في حين شريعتنا. نعم. تعلمنا المنهج العلمي، تعلمنا وبجوار الطبيب الله يبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كيدخل المرض قالوا أحضر له الطبيب، قادر يدعي له مباشرة والسلام، ولكن باش يرسخ المنهجية العلمية واللجوء إلى الخبراء. ربنا يقول في القرآن الكريم فاسأل به خبيرا. نعم. ويقول ولا ينبئك مثل خبير. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا عجز الطب ورفع الراية البيضاء هنا لا حرج أن نلجأ إلى الرقية الشرعية بضوابطها التي أشرنا إليها مرارا. يبدو أنه فيها اتصال. فيه مكالمة دكتور كما قلت، فاسأل به خبيرة. ونحن نسأل دائما فضيلة الدكتور أسعد بوزيري لإصلاح ذات البين. يقول سفيان وأيضا المخرج سيد أحمد بن عمر العالية من شلف، نستقبل مكالمة العالية من شلف. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله الأخت. مرحبا بك العالية. السلام على كل مشايخنا إن شاء الله. مرحبا بك العالية. انقطعت المكالمة، حاولي تتصلي مرة أخرى العالية من الشلف. نأخذ اتصال من تيزي وزو مرة ثانية. فريد من تيزي وزو، السلام عليكم أخي الكريم. فريد، هل هو معي سفيان؟ فريد من تيزي وزو. إذن فريد سيعود مع العالية من شلف، عودوا الاتصال، ربما ستكون اتصالاتكم هي أن نستمع إليكم ونستمع إلى قضاياكم. دكتور يعني تكمل بالنسبة لي حالة الهستيريا للسيدة من بومرداس جراء هذا المشكلة. حالة الهستيريا. نعم. هذه طبعا ننصحوا بأن باللجوء إلى طب النفسي، خبير استوقفتك عند خبير يعني. نعم. يقدر يسمع لها. نعم. نعم. ما بها يعني. نعم. ثم أيضا تستنصح يعني أحد العارفين بها بحالتها، ثم تلجأ الله سبحانه وتعالى. إذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، وفي رواية أخرى الدعاء هو العبادة، وربنا وعد في القرآن الكريم والله لا يخلف الميعاد. نعم. ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. لازم نفقه يعني موضوع الدعاء جيدا، ونلجأ الله سبحانه وتعالى ونفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل نتخذ الأسباب أيضا. الأسباب. نتخذ. نعم. الأسباب. نعم. نسأل الله أن ييسر الزواج لأختك يا الأخت الكريمة ولجميع الأخوات ولجميع الشابات. نسأل الله أن ييسر لهم الزواج جميعا بالرجال الصالحين، وأن ييسر الزواج للشباب بالنساء الصالحات، وما ذلك على الله بعزيز. هذا ما كان. أما فكرة السحر وكذا إلى آخره، ما تقلقوش روحكم بمثل هذه الأمور كثيرة. نعم. والتواصل مع القرآن الكريم باستمرار من خلال الورد الدائم. ربنا قال في أي القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم دكتور. نعم. بارك الله فيك دكتور. نأخذ اتصال آخر من البويرة. يقول سفيان السيدة جوهر، السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم أختي. السلام عليكم. في حلقة معا نحو الصلح. نعم الجهر. نعم. عندك قضية، خلاف أو استفسار، تفضلي رانا نسمعوا فيك. تفضلي أختي الكريمة. نشكركم الأخت نجاة والدكتور سعيد بويزري. نعم. والضيف الكريم. بارك الله فيك. تفضلي. نعم جهر. أختي عندي مشكل مع بين بابا والحفيد بتاعه. الأب والحفيد. والحفيد بتاعه. الحفيد الجهر. الحفيد ابن الحفيد ابن الأخ ولا ابن الأخت؟ ابن الأخ. ابن الأخ. نعم. إيه. عندي الأخ تاعي مات الله يرحمه في 77. نعم. وخلى المرأة بالجوف في الشهر السادس. نعم. ومن بعد زاد الطفل هذا ربينا حتى لحق 5 سنين، يما تروح بين دارنا ودار جده.
نعم. دار يما. نعم. حتى لحد 5 سنين الأم تاعو تزوجت. تزوجت نعم. أعطيك الصحة. وكي تزوجت الأب تاعي نزل وليد خويا هذا عند النوتة نزلوا في مكان الأب. نعم. حتى نزلوا ربيناه قضيناه حتى لحد وليد خويا للسيان باش لقيت عطأم. نعم. وبنى عليها الكراجات في الكراجات. ومن بعد دار له الوليد خويا عقد هبه. عقد هبه. عقد هبه. شحال كان في عمره؟ يكون العقد هبه؟ 16 سنه ما نشفاش على في 91. 16 سنه نعم تفضلي. هو زايد في 77. نعم. دايرها له في 2001. في 2001 وقيله هكذا عقد هبه نعم وصلي ماذا حدث بعدها والعقد على وليد خويا وبابا يبني عليها بنا لي بوطو والداله وزاد لي بوطو وزاد الداله هكذا نعم ومن بعد كي بابا كي الطفل تخرج من الجامعه ولا يخدم زوجو بابا وسالو كامل نضح وليد خويا راح للبنيان هذاك دار لا فينيسيو تاع بريمير ايطاج بابا بعد فطر هو بابا عنده زوج بنات وطفل عنده زوج بنات وطفل ما عطى لهم والو قالوا له وليد خويا هذا قال له رد لي حق ادي ليطاج اللي خدمته ورد لي الحق الاخر لبناتي ووليدي نعم كي نعودوا نهضروا معاه يستمع هو يخرج لبرا يروح للمرته والخوالو الجده كامل يتبدل جرينا مورا بابا مانيش عارفه شكون دبر عليه نعم قال له خرج له قضيه بالك يستوعب يولي ما يشرعي يولي يرد لك الحق تاعك واضح دكتور هكذا ومن بعد وليد خويا مشى في القضيه مشى في الشرع نعم غلبنا درك وعلاه ما عندوش بابا حق الرجوع في الهيبه على خاطر وليده نعم واضح دوك انا القضيه راني ديتها للدكتور سعيد بويزري لتيزي وزو راني قريت فيها 15 يوم نعم دوك حنا يبغينا هذا بابا راه مريض من هذا الخدمه هذه من هذه المشكله تاع الحفيد نعم يعطيك الصحه كي شغل غلط عمره وعلاه خرج له هكذا قال لك له هذا النهار تدخل السبيطار قال لك ما جاش ديالو بارك الله فيك بارك الله فيك جوهر وانت قلبك على باباك ان شاء الله يكون الصلح راكي باين قلبك على باباك راح يكون راح يوضح لك الامور فضيله الدكتور سعيد بويزري ناخذ اتصال اخر شكرا جوهر من بويره من فرنسا سيده فريده السلام عليكم اختي الكريمه وعليكم السلام ورحمه الله الصوت رديء فريده الحمد لله راكي تسمعي فينا فريده طيب الاشكال اول شكرا تفضلي رانا نسمعوا فيك فريده القضية تاعك تقدري تعرضيها عبر البرنامج المكالمة رديئة وانقطعت يقول سفيان دكتور نعود إلى أول اتصال من نجاة من ولاية تيزي وزو هكذا دكتور نجاة مرحبا مرحبا بك نجاة شكرا دكتور إذن تقول توفى جدها في 65 والاملاك تاعو دار حبوس نعم دارها حبوس غير على البنات نعم من غرائب الامور نعم ان هذا ثاني موضوع مثير دكتور الحبوس عندنا الالاف يحقروا البنات دكتور نعم دايمين يحقروا البنات يعني ولكن هنا حقر الابناء هنا حقر الابناء معنا دكتور سعيد بويزري ما تخافوش الله يبارك فيك نعم. يعني من غرائب الامور نعم. ان موضوع الوقف نعم. الوقف علاش شرع في الإسلام لماذا طبعا ذكرنا أحكامه المختلفة فيما سبق نعم. ولكن باختصار وسنعود إليه إن شاء الله الوقت. ضمانا لمورد مالي خدمة للمجتمع نعم. هذا هو التعريف الجامع المانع ولكن بعض الناس ماذا يفعلون يديروا الحبس هذو لحرمان بعض الورثة أو أحد الورثة نعم وهذا يتنافى مع الشريعة تماما لأن الفريضة الشرعية هي واجبة التطبيق لازم نطبقوا الفريضة اللي قال ربي سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخر الآية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكن كاين اللي يدير فريضة يدير الحبوس باش يمنع البنات وهذا هو الغالب يعني حقرة عناني للبنات
أنا دافع عليك يا سارة ما تخافيش. سارة ولويزا ميشوفو. ولويزا هيا الله وهم هنا غسل الجمهور ما يشوفهم مش ولكن حنا نشوفهم وراهم فرحين وراهم يبتسموا ما تخافوش. ربي اللي خلقنا يا هكا أخوي محمد ربي اللي خلقنا هو اللي يعطى هو اللي يوزع الميراث. بارك الله فيك يا دكتور. يعني كيف يجي واحد فوق الأرض يقول لا لا أنا قررت باش أختي ما تديش ولا بنتي ما تديش بأي وجه حق بأي وجه حق. وربي قلنا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. شحال من الناس اللي خلاو الحب وسولادهم لأبنائهم ينسوا الوالدين تماما. شيق الموضوع يا دكتور ولكن المكلم أولى حفاظنا على وحدات المتصلين. مرحبا بكم خاصة نتوقف. جتنا من تيميمون والصحراء واسمه يا حصر حاج أحمد. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم حاج أحمد من تيميمون. السلام عليكم الحاج محمد. الحاج محمد ماشي الحاج أحمد الحاج محمد اسمح لي الحاج نعم. محمد من تيميمون. السلام عليكم مرحبا بك معنا في برنامج وصل حخير. نعم الله يبارك فيك. يبارك السلام فيك عليكم. يبارك فيك أخي. نعم تفضل. السلام عليكم. عندي واحد القضية في الميراث. قضية ميراث في الميراث. نعم تفضل نحن نستمع. جينا عندنا قطع أرض احنا وارثة بزاف 4 أو 15 من الناس تقري فلوس المجموعة اللي وارثين من جدودنا وقفتنا من جدودنا 14 جد قطعة أرض هكا ورثوها ورثوها. نعم نعم الله يبارك. عام الأول فيه جون في لقينا السيد راه يخدم فيها في جون في 2014 يعني 2015 نعم يعني اللي كان من قبل لقيتوا فيه واحد يخدم فيها. لقينا واحد يخدم فيها ويخدم فيها. هل هو من الأقارب تاعكم ولا بعيد عليكم؟ والو بخاطي قاعد ماشي من لا متعدي متعدي. طيب طيب واصل. كي جينا نسفروا معاه جاي بطنا. كي جينا باش نهضروا معاه زيد فينا كان باغي بطنا كاع بطنا كاع باغي بطنا. نعم. ومع تالي بطنا حطانا العصا. يعني تشاجر معاكم حاج محمد. الله بارك الله فيك. نعم. ومن بعد ما اللي جينا نسفروا معاه ندفع القواعد منا لقيناها شاريها على السيد. السيد قال لك راه شاريها علي نهار اللي سفرنا مع السيد هذه القواعد نتاعك قال لنا ودي السيد راه ورثها من الباه. نهار اللي جينا نسفروا على ولد هذا اللي شاري عليه على السيد اللي شاري عليه كي سفرنا معاه حوسنا عليه قال ما بغى مكان. حوسنا على الباه لقينا حي. السيد اللي باع عليه لقينا حي. حي نعم. واللي باع عليه ما كان قاع مكان هرب مكان. وانتم ما عندكم الوثائق تاع تاريخ الارض هذه؟ عندنا الوثائق عرفيه. عرفيه دكتور. نعم. تاع جدودك يعرف الناس الاولين ما كانش. نعم. الله غالب ما كانش لا. نعم طيب. بين البلاصه واضح. نعم واضح. قلت لك لقينا السيد حي هو الولد كتب على البوب اللي راه ميت باش يورث من الباب باش يبيع للناس. نعم. هو كتب عليه. اللي جينا نحوسوا على البول لقينا حي. حي حي نهار اللي لقينا حي دوك ما واش لازم هذا السيد هذا اللي كتب على الباب اللي راه حي وبغى يورث هذا الشارع وانا السيد بوجرين يفصل لنا في هذه القضيه. نعم بارك الله فيك. نعم الاخ محمد معلش سنو يجيب ان شاء الله معلش ربحا للزمان سنو يجيب. طيب شكرا حاج محمد من تيميمون. كم بقي من الوقت؟ هناك مكالمه اخرى على ما اظن. سفيان حسين بويرا يقول سفيان 12 دقيقة دكتور للأجوبة. حسين من البويرة السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة ربي عنكم إن شاء الله. مرحبا بك معنا في برنامج وصل حخير. خاصة الدكتور والضيف نتاعكم وخاصة تاع الصلح ما كانش اللي ما يحبش الصلح. نعم ولكن أنا سمحوا لي عندي واحد السؤال تقلقني ماهوش في الصلح هذا. نعم تفضل أنا نسمعك. أنا كنت نخدم التاجر أنا. كنت تاجر. تاجر في الخضر وفواكه ومواد الغذائيه. نعم. ونخدم مع المؤسسات. نعم. نديهم السلعه تسمى السومه كما كان في السوق. الا طلعت نحسبهم هكذا كي هبطت نحسبها هكذا. والسنه هذا قالوا لنا لازم ديروا لنا يسمى كونترا بلي بري كما يقولوا بالفرنسيه لي بري فيكسي. يسمى دات البطاطا 6000 تقعدت الى حقيقة 10 تبيع ب 10 ب 6 الى حقيقة الفرق تبيع ب 6 ب 6 نعم. الوغ انا خفت هنايا حبيت نسقسي الدكتور واش يقول الا فيك شي حاجه حرام ولا شرام بالنسبه للاسعار ما قبلهاش انا نجبد روحي ما نخدمهاش.
نعم. بارك الله فيكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظك انت تاني ويعينك على تجارتك بالحلال. السيد حسين من البويرة. دكتورنا، نعود الى النظر في القضايا. نعم. كنا مع نجات من ولايه بومرداس. نعم. ان شاء الله نحاولوا، ان شاء الله ربي يبارك في ما بقي من الزمن ويبارك فينا جميعا ان شاء الله وفيكم جميعا. نجيب عن جميع الاسئله ان شاء الله تعالى. بالنسبة للحبوس، إذن بينا الآن موضوع الحبوس والمقاصد نتاعو. الآن نروح لك مباشرة يا أختي نجاة. نقول إذا كان الحبوس هذا يتنافى مع ما هو مقرر في أحكام الشريعة الإسلامية القطعية، فيجوز الاتفاق على إلغاء ذلك. نعم. هذا باختصار، بالمختصر المفيد، وأكيد إن شاء الله يكون عندنا فرص للعودة إلى هذا الموضوع. هذا من جهة. من جهة ثانية، بالنسبة للحبوس هذا إذا كان عند موثق وكان مشهرا، نعم، يعني مشاجع في الإجراءات القانونية، نعم، نعم، مرونجستر يعني في المحافظة العقارية، يعني استنفذ واستوفى جميع الشروط القانونية، هنا إشكال. بمعنى ممكن توصل القضية للمحكمة، القاضي ملزم بتطبيق مقتضى القانون. وحنا دائما نقولوا للناس ورنا في بلاد واحدة، جزائريين مسلمين، إذا كان فيه تعارض نطبقوا الشريعة أولا. الشريعة، نعم، خاطر باش ربي يرضى علينا. وتؤكد دائما على هذا. نعم. هذا الكلام مخاطب به جميع الناس. نعم. قضاة ولا محامين ولا حكام ولا محكومين. نعم. ربي يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نقول للناس هذو الوراثة واللي مستفيدين والذين حرموا كذلك، قلهم جلسوا جميعا طبقوا شرع ربي سبحانه وانتهى الأمر. الوقت نجات، ونعطي ملاحظة لك وللجميع. يعني كي تكون قضية هكذا ممكن ترسلونا، ماشي غير مراسلة، جاب لي ربي من طريقة فلاحية هذه مليحة نجات. نعم. فلاحية واش معناتها؟ نعم. واحد يقدر يجيب قضية نتاعو مكتوبة مرفقة بالوثائق. نعم. بيروح، نعم، يجي مباشرة القناة. نعم. ويحط الكوري نتاعو. مثل ما يأتينا البريد العادي يعني. احنا الآن، نعم، كيما هذه الرسالة وصلت. نعم. الآن وصلت. نعم. لا أدري متى أرسلها مرسلها. نعم. لا أدري. نعم. مازال ما فتحناهاش هكذا. نعم. ممكن أحيانا نلقى رسالة عندها شهرين ثلاث شهور وكذا. علاش نربحوا الوقت؟ لازم نربحوا الوقت، يعني التواصل المباشر، اما عن طريق التليفون هكذا او عن طريق سولتو، خاصه كي تكون قضيه في المحكمه نحتاج الى قراءه الملف بالاحكام المختلفه وهكذا. سي براتيك، نعم، ومستعدين نعاونكم يا اختي نجاة للخروج من هذه المشكله. اذا يجوز الغاء هذا الحبوس بالتوافق بالاتفاق جميعا ما دام هو مخالف يعني للمقررات القطعيه في شريعه الله. نعم. محمد من تمرست لي شكر البرنامج دكتور وقال نحن في نعمه الامان. نعم دكتور. نعمه الامان اخويا محمد، ربي سبحانه واعطانا هذه النعمه وسائر النعم، يعني نعم الله كثيره وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. نعم. وسيدنا إبراهيم الخليل قال رب اجعل هذا البلد آمنا. نعم. والأمن هذه نعمة جليلة. إذا غابت نعمة الأمن فلا نستثمر ولا نستفيد من جميع النعم الأخرى. نعم. أما إذا كانت نعمة الأمن قائمة فيمكننا أن نستفيد ونستثمر جميع النعم، ولكن لكي تدوم علينا هذه النعم لابد أن نشكر الله عز وجل باستمرار. نسأل الله دوام النعم وتمامها، ورب وعدنا في القرآن الكريم ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن بالنسبة للعالية مشلوف فريد انقطعت المكالمة. للأسف. جوهر من البويرة اللي تقول عندها مشكلة تعمل أب التحول والحفيد. نعم. وكان الحفيد هذا ابن الابن. وتسلسلت الأحداث بالنسبة. نعم. لهذا الخلاف. والله أولا نعطي مجموعة رسائل لحل هذا الإشكال. الرسالة الأولى، ربي قال في القرآن في سورة البقرة في الآية 237. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني هذا الطفل الله يبارك يعني جده أنزله منزلة ابنه. ابنه، نعم. يعني هذا التنزيل. يعني وأكيد يعني من ناحية المعنوية ومن ناحية المادية. ناحية المعنوية دليل أنه ربي وصل الآن راه يتخرج من الجامعة وما شاء الله. يعني لازم هذا الطفل يحمد ربي، يقول الحمد لله ربي أعطاني جدي اللي أعطاني الحنان والتربية والتعليم وما شاء الله. وزاد من ناحية المادية أنزله منزلة
أبيه. إذن في الحقيقة هذه من النعم. وحنا قلنا الآن الآية ربي قال ولكن ولئن شكرتم لأزيدنكم. من جهة، من جهة ثانية دلوا عقد الهبة. عقد الهبة هذه صحيح طبقا لقانون 84-11 لا يجوز الرجوع في الهبة إلا إذا كان الأولاد، بل حتى للأولاد هناك استثناءات ذكرناها ونذكرها في لقاءات قادمة إن شاء الله. بمعنى الأب ولا الأم عندهم حق باش إذا كان مدوا هيبة أولادهم يسحبوها مرة أخرى رسميا باتباع إجراءات معينة على مستوى الموثق، ولكن إذا تعلق الأمر بآخرين يعني خارج هذه الدائرة الرجوع للهبة ممنوع، ممنوع من ناحية القانونية. طيب، ولكن نرجعوا للشريعة مرة أخرى. كي نجلسوا على المائدة سهلة. إذا كان هذا الأب هذا حط له عقد الهبة، لن يقول نرجع شوية باش نعطي زوج بناتي وليدي واحد آخر. نعم. علاش الابن الحافد هذا ما يقولوش جدي شكرا لك، نعم، نرجع لك. نعم. شوف التسامح كما داروا إخواننا الله يحفظهم وجزاهم الله خيرا. التسامح سمح بيناتنا، معليش نرفع هذه. نعم. يعني ها سمح بيناتنا، سمح بيناتنا. نعم. يعني هذا الحافد هذا يقول سمح بيناتنا ويرجع لجده ويرضيه ويدي دعوة الخير وما شاء الله، وخواله هذا يزيد يحبوه أكثر أكثر، لأن هذه الأرض هذه يجي نهار نخليوها كامل. نعم. كل اللي يسكن في الفيلا، كل اللي يسكن في القيطون، ولله ميراث السماوات والأرض. هذه نصيحتي يا أخت جوهر. وما دمت تواصلتي مع المكتب نزيد ونتواصلوا معك إن شاء الله تعالى، يوم ما يحل هذا الإشكال سنبشر السادة المتتبعي البرنامج بالنتيجة المتوصل إليها. نعم دكتور، بالنسبة لحاج محمد من تميمون قضية ميراث تعقيد أرض قالك فيها الله يبارك 14 جد. نعم. نعم. بالنسبة للحاج محمد من تميمون نزل الوقت دكتور الذي أعرفه جيدا أنه أعطاه واحدة التفاصيل. نعم. نعم أنه في صحراءنا الله يبارك الواسعة كما الصحراء واسعة قلوبهم واسعة وقلوبهم صح واسعة ما شاء الله. ياسي الحاج أخويا يعني في قضايا كثيرة كنت مشارك فيها والحمد لله. نعم. تنتهي بسهولة. نعم. بسهولة تماما. وقد أصلحنا ذات البين في إليزي تتذكر دكتور. الحمد لله مع الشيوخ الله يبارك. يا ليت تعودوا لي. يا ليت نتمنى وإن شاء الله أنتم أيضا تزورونا لأن البرنامج يقولكم مرحبا بكم مرحبا لعسلم أنوان كما. نعم. جانا أخونا محمد الله يبارك اليوم فرحنا. نعم. وما شاء الله وزاد إن شاء الله نزيدوا بشائر أخرى ننتظرها إن شاء الله تعالى. قل لك يا أخويا حاج محمد أكيد في القضية فيها تفاصيل. دكتور ثلاث دقائق على بالي أنت بخاتيك إن شاء الله سنوهيها 20 دقيقة إذا ممكن أن نأخذ اتصال سفيان. نعم تفضل. طيب دكتور. مرحبا. يضحكم فرحانين نتكئ هذا النجاح الفوز في الكرة قال لي الإعلام وفي الغيجي الإعلام تاع الجزائر. الله يبارك الله يبارك إن شاء الله ترفع إعلامنا إن شاء الله في كل في كل مكان إن شاء الله. دكتور نعم تفضل. لك الفضل أختي نجاة. الحاج محمد نطالبه. نعم. باش يكتب لنا كاع التفاصيل هذه خاطر سمعناها وقال كذاك ومش عارف إيه نقل لك القواعد العامة. التصرف في ملك الغير ممنوع شرعا. نعم. وقانونا. نعم. هذه واحد. رقم اثنين القانون الجزائري طبقا للفقه الإسلامي. نعم. قرر ألوانا من الحماية للعقارات. مه. أو للملكيات الخاصة. مه. وللموارث من هذه الحمايات هناك ما يسمى بالحماية المدنية. نعم. عن طريق ثلاث دعاوى وذكرناها في حلقة. نعم. من الحلقات على أكثر. رأسها دعوة الاستحقاق. نعم. دعوة الاستحقاق. الاستحقاق. هذه. نعم. تحتاجها يا أخويا حاج ولكن نشرح لك يعني خارج البرنامج خطر فيها تفاصيل قانونية كثيرة. دعوة الاستحقاق هذه معناتها تثبيت حق المالكين في هذا العقار. نعم. أخذ في الحسبان الفريضة. نعم. لأن هذه الممتلكة تؤول من إلى من المورث إلى الورثة ومن المورثين إلى الورثة لأنه أحيانا المورث كان وارثا. نعم. ثم مات فأصبح مورثا والمال ينتقل إلى ورثته وهكذا. كان دعوة كان الحماية المدنية وكان الحماية الجزائية. والحماية الجزائية متى نلجأ إليها؟ بعد استصدار حكم قضائي يبين حق المالك في العقار عقار معين. نعم. عن طريق الميراث وعن طريق الهبة والوصايا وهكذا مدام على الميراث إذن عن طريق الميراث بعد ذلك يكون المحضر القضائي ينتقل إلى عين المكان ليطالب بذلك الشخص بإخلاء المكان. يقول بعد
بطريقة ودية. ومشرعنا الجزائري يؤكد على هذا. لوسي هذاك المحضر حينما يعاين يقول يا فلان عندي حكم قضائي غادر هذا المكان. هنا عندنا احتمالان، إذا خرج وغادر الله يبارك فيه بالخير وديا، إذا لم يغادر وتعنت المحضر القضائي يحرر محضرا آخر. نعم، ويلجأ هنا إلى وكيل الجمهورية. وندخلوا بعدين في الدعوة الجزائية، يعني الحماية الجزائية في تفاصيل قانونية لتسع المقام. هناك أيضا حماية إدارية، هناك حماية قضائية، يعني هناك ألوان من الحمايات المقررة في قانوننا الجزائري والتي تتفق مع فقهنا الإسلامي. لذلك يا أخي محمد أعطينا المعطيات مكتوبة يعني بالوثائق المرفقة ونفيدك بكل ما ينفع، لا من ناحية الشرعية أو من ناحية القانونية. بارك الله فيك دكتور، ونتعلم دائما من فضيلة الدكتور السعيد بويزري الرجل المصلح. ربما دكتور نأخذ اتصال آخر من الجالية المسلمة في المهجر من أم سيرين من فرنسا. السلام عليكم أختي الكريمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أم سيرين، كيف حالك؟ الله يسلمك، جزاكم الله خير على هذه الحصة. كيف حال أموركم في المهجر؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضلي، عندك قضية أم سيرين؟ أختنا جات، أنا متزوجة راني في 23 عام، عندي ولاد الله يبارك، زواج أنا زوجتي زعما الحمد لله لاباس بينا. نعم، ما قلت لك عندي وساوس غريبة جيني زعما بلي تقولي زواجكم مش راه حلال، تعرفي بغيتنا نعرف من عند أستاذ سعيد بوزري يفهمني يقولي ما ماذا يقول الزوج الزوجة حتى تصبح طالق. وعلاش يجيك زعما في عيشة والله ما وعلاش يجيك هذا الوسواس يا أم سيرين؟ كيفاش تجيك 23 عام يجيك هذا الوسواس؟ نعم الو تفضلي، كيفاش يجيك هذا الوسواس بعد 23 سنه من الزواج؟ هذا الوسواس مثلا في القديم من كنا زعما انا وياه زعما نتلاوموا كلش، مثلا يقول لي كلمه ولا نقول هذه بالك هنا يتعطالق بالك. نعم، هو قال لي انا عمري ما نويت نطلقك وعمره بقى لي انت طالق. نعم. بغيت كلام الاستاذ سعيد بوزري يفهمني ماذا يقول الزوج للزوجه حتى تصبح طالق. نعم نعم، بارك الله فيك. نعم شكرا أم سيرين من فرنسا، واضح السؤال تاعك. صبرينا من العاصمة، وش بيكي؟ ألو السلام عليكم. صبرينا ما سنيتيش بزاف. ما فيش، قلت عتكبوا. ألو السلام عليكم. خافتي تنقطع المكالمة في برنامج وصلح خير، قدمت صبري مليح ليك هاك وصلتي. ألو نعم بارك الله فيك. السلام عليكم صبرينا. نعم أنا عندي مشكل أبي مع عمي. عندك مشكل تاع الأب تاعك مع العم؟ مع العم، ودك المستحيل باش دك الصلح بيناتهم تعدا ولد عمي قال دارنا نعم. ألو نعم، وش هي المشكلة اللي مع الأب تاعك وعمك؟ مشكلة تاعنا هو كانت عندنا غرفة شقه ثلاث غرف افتراق. نعم، وبابا تحت الضغوطات بالضرب ولد عمي كلش نازل على حقه. نعم، وبعد ذلك عندي أنتي معاقة حق لقى في الشو تنام ماشي مقصود لك أنتي ماتت الله يرحمها هذه المعوقة. ربي يرحمها. نعم الله يرحمها، بس أحضر عمي عندي لنا مشاكل جو لدارنا وشغل قطع عمي أنا محوشت على من هذايا أنا تفهمت مع بابا يتمحلهم حقه مهمة تقاطعش مع أخوه. أنا جدي شهيد وقل له بسلقة جدك بابك في الجنة تساقه، والحمد لله رفت البيت ربي وقلت عمار تعي في رمضان ودعيت ربي الحمد لله عمرة مقبولة إن شاء الله استجب الدعاء يا أبي عمي تصالحه. ما لا صبرينا هذه المشاكل هم اللي قلقوك؟ قلقوني وأني مريضة ورحت البيت ربي من الوقت ولا ربي شافيك إن شاء الله ربي شافيك. عمي أنا ما تقاطعتش مع دو عمي دو عمي قطعوني وأنا ما حبيتش نقاطعهم كلمة أحسن ما فعلتي هذو الأرحام تاعك. نعم. تسامح باللي قاطع الرحم بارك الله فيك. ما يتواصل مع ربي سبحانه ما يشوف أبوه في الجنة والحمد لله. بس بك فتن عندنا مشكل باللي عمي يشوف بابا فطريق وما يهدرش معاه وبابا قلت له كله السلام عليكم يا أخي أبعدك الأب تاع عمي مع عمي والد تاعك ما حبش يتكلم مع عمك. نعم 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 اسمحي لي صبرينا، الأب تاعك اللي ما حبش يتكلم مع عمك ولا العم ما حبش يتكلم معك؟ لا الأب تاعي هو الكبير، الأب تاعي في عمره 70 سنة ويهدر مع عمي في الطريق يقول له السلام عليكم يا أخي الله يعفو عليك الله يهديك. عمي حاشاك يلوه فن يقول له علاش ما سميتيش ب 50 مليون حتى الناس يقولوا له 50 مليون. واضح صبرينا
صبر جميل، الصبر الصبر جميل صبرنا، والصلح يجي بالصبر ان شاء الله، والتسامح يجي بالصبر. هذيك العمره، هذيك العمره اللي درتيها استثمريها ان شاء الله، وزيدي وصي مع الاب تاعك وراح تسمعي من الدكتور. الحمد لله، التسامح بالدعاء والصبر والصلاه ان شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله سيكون الصبر والتسامح بين أفراد العائلة الواحدة، ولا تكون القطيعة وفك الخلاف. نأخذ اتصال آخر، ربما الأخير. سفيان من فرنسا تتصل كريمة. كريمة السلام عليكم أختي الكريمة. مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك كريمة، ومحسن القعدة تاعكم هذيك العزيزة ما شاء الله. يسلمك، يسلمك. عندي مشكل، كان مشكل بين بابا ربي يرحمه، بين بابا وبين عمتي. دوك الأم والعمة. ولا عندها واحدة خمسة وقولي 31 سنة. بابا ربي يرحمه كان مخصوص في الصوارد، كان كرا داك حكات لنا امنا، كان الكرا باش يصحتونا من داريتو. نعم. طلب عمتي قال لها سبع الوقت هذاك 700,000، 31 سنة، 700,000. نعم. وابقي عمتي كم قاعدة تتبع فيه، ما خدمش، خلصني خلصني. إبا قالت له ما حبيتيش تخلصني، تنزل لي على حقك في الويرات نهار اخر. نعم. هذا واش تقول هي؟ احنا ما شفنا ورقة، ما دي الهدرة سمعناها. نعم. دركة عمتنا عندها ربع سنين وهي عقابنا عقابنا، حبت تدي الفريضة باش نسامحولها. احنا قلت باباكم هو تنزل لي بكري. ويوم ما عم بالها يوم قدام ربي وعبده قلت. نعم. انا سمعت لي سلفت له 700,000. وكي جاني قال لي شفتي شفتي فلانة ماش نسمي اسمها. نعم. حاشاكم الخبيثة، كي ما حبتش نخلصها قالت لي تنزل لي على حقك من نهار اخر، ما ولادك ما يرتوش. وفوالا احنا نقول لك الحق، قعدنا بين مش عارفين دركي كاسكو نشهدوا بالباطل ولا ما فهمناش كيفاش القضيه. واحنا نقول لك الحق، انا خيبتي يعني زواوله ما يخدموش تو، يبقى قاعدين مع بنات عمي ولاد عمي قاعدين دركا هما ما اي سون بلان جوستيس، وقالوا لنا ما تسبلوش في حقهم. احنا قلنا لها قلتي سبتي سلفتي 700,000، نطلبوا القانون وقداه 700,000 الوقت اللي مديتها 30 سنه، يبقى نرجعوها لك. احنا دركا كي ندوا حقنا ونبيعوا نعطوك حقك تاع 700,000 تاع بكري. بصح بس ما نسبلوا في حقنا، ما نسبلوش. نعم. بارك الله فيك ورحم والديكم، بارك الله فيكم. وهذا وحاجه اخرى، ممكن حاجه اخرى بارابور للزكاه عايشك ما تطوليش. دقيقه برك. طيب. انا عاد بلا مكمت، انا روحت كنت في الجزائر في مواد جانفي. نعم. وعندي سوار. نعم. عندي 40 مليون خبيه. نعم. وعندي من جانفي هنا عندي بونسيون تاعي تاع دومي روتريت ما جبتهاش. نعم. عندي كل شهر 3 ملاون من جانفي لدرك ما جبتهمش. نعم. وعندي 40 مليون في الدار، حابه استدير جو مغونسين بارابور للزكاه كاسكو جو دوا فيغ باش نصفي روحي قدام ربي وعبده. طيب. وبارك الله فيكم وليله سعيده. شكرا، يسلمك. شكرا، شكرا لكم. من فرنسا بارك الله فيك على التدخل تاعك. يقول سفيان 12 دقيقة على ما أظن دكتور، نواصل بالنسبة للقضايا. المكالمات اليوم ما شاء الله. الله يبارك، الله يبارك ما شاء الله. وصلنا إذن الأخ حسين من بويرة، من البويرة، يقول كنت تاجر. نعم. في الخضر والفواكه والمواد الغذائية. سأجيب، نحاول إن شاء الله ربي يبارك في هذا الوقت باش نجاوب عليهم كامل إن شاء الله. نعم. تفضل دكتور. وماذا بك من بعد الأخ محمد إن شاء الله يقول لنا كلمة إن شاء الله مباركة. إن شاء الله يعني. نخلوله إن شاء الله. نعم. بإذن الله. إن شاء الله. طيب أخويا حسين، الله يبارك. أنت رايح تخدم تاجر خضر وفواكه مواد غذائية، تعمل مع المؤسسات، الإلزام بسعر معين هذا أمر مرفوض. مرفوض لماذا؟ لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم كيطلبوا السعر قال إن الله هو المساعر، معليش يشوفوا له، وإلا ممكن هذا يفتح المجال للناس اللي ما يخافوش ربي يديروا العجب. نعم. يعني إذا كان مثلا البطاطا تسوى 30 دينار في وقت وبعدين هبطت ل 25، علاش نخليوها 30 دينار؟ وعلاش نهلكوا مؤسساتنا يا اخي؟ هذا مال الامه، مال الشعب. نعم. واذا كان هي طلعت ال 60 دينار ولا 50 دينار، السوق هكذا طلع
طبعا موضوع العرض والطلب وكذا معروفه يعني في الاقتصاد وكذا، علاش نخليو هاد التجار مساكن يخسروا؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. ذاك يا اخي يهمني كثير من هذا الموضوع. خلي يا اخويا حسين تواصلوا ان شاء الله خارج البرنامج وتعطي لي حتى هذه التعليمات، يعني بودي ان اعرفها يعني لانه اعلم هذا الموضوع من الناحيه القانونيه، حين تاتي بعض التعليمات من مديريه التجاره وزاره التجاره وكذا بلا ما ندخل في الامور هذه في التفاصيل. خلينا نتواصلوا خارج البرنامج وان شاء الله ايضا نعد المشاهد الكريم باعطاء الحل الشرعي الذي نراه صوابا. نعم. بإذن الله تعالى. نعم. كما يقولوا الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. هذا واش نقدر نقول لك يا الأخ الكريم. وبعدين نرجع إلى أم سيرين من فرنسا 23 23 عام زواج وعندها الوسواس وسابس. هل حلال نعم. أم حرام بناء على بعض المشاكسات اللي تفكر بأنه زوجتها حتى طلقها. نعطي لك بعض الرسائل. نعم. يا أختي أم سيرين، الرسالة الأولى والوسواس هذا كاين بزاف. نعم. الوسواس نعم. هذا مدمر. شفي عليها الكلمة هذه مليح. مين يجي هذا الدمار اذا كان ما لجأنا ما طبقنا الشريعه. تعرفوا ايش يقول شرع قواعد الاستصحاب؟ اليقين لا يزول بالشك. انت عندك زوجك عندكم عقد زواج شرعي انتهى الاشكال. اما ذيك الخلافات اللي تكون بين الازواج عاديه في الاسر، يقول لك كلمه تقول له كلمه، هو قال لك انا عمري ما قلتش ما سمعتش كلمه طلاق، ما قالكش ولا، لانه يقع الطلاق بلفظ الطلاق هذا اللفظ الصريح او ما يقوم مقامه كما يقول الساده الفقهاء. فاذا كان اللفظ كنائيا هنا نشوفوا دلاله الحال، نشوفوا النيه نتاعو الى اخره. ما دام ما كان حتى نيه وما قالكش مطلقه وكذا فانت زوجه شرعيه، وغلقي الباب امام وساوس الشيطان اللي بغى يقلقك ويشوش عليك ويدير لكم هذه المشكلات اللي ما عندها حتى سبب. الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت الدليل الذي يخالفه. هذه من قواعد الاستصحاب. كل ما نتكوى على الشريعة نلجؤ لها كل مشاكل عندها حل. إذا اطمئني وغلقي باب الوسواس يا أختي أم سيرين. صبرنا من العاصمة مشكل الأب والعم، وقالت لك صلحت بيناتهم، حاولت إصلاح ذات البين ولكن على ما أظن فشلت لأن العم ما يردش. الله يبارك. يعني الصلح يا أختي صبرنا بارك الله فيك على جهودك، يعني وراك قلتي لباباك باش يتنازل وهذه ثقافة. نعم. لأنه ما نتعلموش غير العطاء واسمه الأخذ. ثقافة العطاء لازم تتكرس في المجتمع. لا يمكن أن يتحقق الصلح إلا بتنازل الأطراف، الأطراف المعنية، الأطراف المتنازعة. ما يلزمش يكون تنازل دائما من طرف واحد، ولكن إذا كان لابد ليس هناك حل إلا هذا، كما يقولوا للمدسان يقولوا له درني ركور ولا لرمد الخر، خلاص يقول لك الكي أخي العلاج. إذا كان بابك تنازل بمحض إرادته حفاظا على صلة الأرحام وتحقيقا للصلح، نقول ربي يبارك فيه ويبارك فيك ويبارك فيكم جميعا. ولكن أرجو، هو عمك مازال ما يكلموش، بابك يسلم عليه وهو كبير عليه وهو ما يردلوش السلام، معناتها مازال إشكال قائم. هنا يا أختي صبرينا كملي في المسيرة، استعيني ببعض أفراد العائلة. نعم. اللي عندهم العقل والحكمة الله يبارك، وتعاونوا باش يتسامحوا ويتصلحوا هنا في الدنيا، يفريوا أمورهم في الدنيا قبل الآخرة. وصبري يا أختي صبرين، أنت اسم على مسمى، كل واحد عنده اسم إن شاء الله له من اسمه نصيب. صبري وكل الصبر ينالي إن شاء الله تعالى، وربي ألف بيناتهم ويصلح ذات بينهم. نعم. إن شاء الله دكتور. كريمة من فرنسا اللي قالت المشكل بابا هو وعمتها، الأب والعمة. طيب. نعم. الحل الشرعي هو مدام عمتك هي تقول أنه تسلوا 700,000 قبل 30 سنة، الحل الشرعي هو أن نشوفوا ما يساوي هذا المبلغ الآن والسلام. أما قولها باللي هو تنازل عن حقه في الميراث، هذا لابد من إثباته عملا مرة أخرى بقواعد الاستصحاب في الشريعة الإسلامية. ولديتورنمون اللي صراو في الموارث في الهريتاج ممنوعة. ممنوع واحد يروح يديتورني بناء على كلام هكذا. لا،
لازم دليل إثبات. فإذا غاب دليل الإثبات نعود إلى القواعد الأصلية اللي هي أن المواريث تنتقل حسب الفريضة الشرعية. أما قولها هي ادعت مدام عمتها خطر وكان ماشي أخته، تعرف واش نقول؟ نقول بينة على من ادعى، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، البينة على من ادعى. نعم، ماشي أي واحد يدعي هكذا، لأن الأصل براءة الذمة، هذه من القواعد الذهبية في الفقه الإسلامي. مش أي واحد يقول لنا سأل فلان سأل فلان، ولكن إذا صدقتموها الله يبارك فيكم سيدي، 700,000 نشوفوا ما يعادلها الآن، تأخذوا دراهم والسلام. أما أنها تتفاوض باش تدي المواريث، نقول لها اتقي الله عمتك هذه، قولها اتقي الله، هذا باش تتهنى يوم القيامة إن شاء الله. ثم تنساش بلي هذا أخوها في النهاية. نعم، هذا أخوها في النهاية. نعم، تأخذ حقها. نعم، ولكن بالطريقة الشرعية، إذ أن الحق يخدم بالحق. نعم، بارك الله فيك. عندها سؤال على الزكاة. بالزكاة 40 مليون وكذا و3 ملايين اللي راهي تجي كل شهر إلى آخره. شوفي يعني المبلغ الإجمالي. المبلغ الإجمالي وبعدين خرجي 2.5% ربع مثلا، إذا كان لقيتي مثلا 70 مليون. نعم، 70 مليون يعني 700 ألف دينار مضروبة في 2.5 مقسومة على 100، تخرجي يعني هذاك نتاع الزكاة، القيمة اللي تخرجيها الزكاة. نعم، والسلام. ولكن على أن تتخذي يا أختي كريمة يكون عندك الشهر نتاعك، ولكن الأشهر هي الأشهر القمرية الهجرية. نعم، ماشي جانفي فيفري مارس، لا لا لا، نديروا الأشهر الهجرية مثلا شعبان رمضان شوال إلى آخره، نديروا هذه الأشهر القمرية اللي بين ذكرناه في برنامج هلا سألوا. نعم، هكذا. وبعدين كل ما يدور العام وعندك النصاب وأكثر من النصاب، نصاب أو أكثر، تخرجي 2.5% ما كان حاضرا من المال. نعم، نعم، بارك الله فيك. شكرا دكتور. بقيت مشكور دكتور، بقيت 4 دقائق، نعود ربما إلى سيد محمد مزيان في هذه الجلسة الأولى من جلسات الصلح. ربما تقدر تقدم لنا الانطباعات تاعك قبل نهاية البرنامج، كيف كانت الانطباعات تاعك وأنت تستمع إلى كل هذه القضايا المختلفة والمشاكل؟ نعم، السائلين اللي كانوا يسألوا غير 27 سنة خلاف، 30 سنة خلاف، 40 سنة خلاف، مدة زمنية طويلة. نعم، وممكن هذه على أمور ما عندهاش معنى، ممكن أمور دنيوية اللي رب العالمين ما عطلهاش قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أن الإنسان اللي يهجر أخاه سنة كان كسفك دمه. نعم، كما قتل كل اللي قتلوا. حتى باش نشوفوا الهجران هذا فوق 3 راح يولي يتأدى أمور أخرى وتولي نشوفوا النتائج اللي نوصلوا لها. أنا نغتنم الفرصة مع شيخي أنه التجربة اللي عنده الأول، وهو إنسان الحمد لله إنسان عملي، ماهوش كما أقول لك نظري فقط. نعم، لو الأمر هذا نظن أنا مليح له كان الإنسان يخطط له كيفاش نوسع الامور هذه تاع اللجان على مستوى الوطن. نعم، هو عنده تجربه وراه مشاف الولايات ومشى. نعم، لو تكون هو من البادره تجي من عنده هو ممكن تكون افضل. نعم، وتكون مثلا لجان تشكل من جمعيه العلماء المسلمين، من وزاره الشؤون الدينيه، من الناس القانونيين، من الاطباء النفسيين. ايوه، تكون اوسع. نعم، قبل ما توصل القضايا للقضاء. نعم، قبل ما توصل القضايا للقضاء الناس تولي لهاد الناس، الناس الوجهاء في القوم، الناس اللي عندهم كلمه مسموعه، الناس الكبار الى غير ذلك، تكون هاد الاخر تبدا تتكون هكذايا شيئا فشيئا، والله راح تكون فيها خير كبير. حتى القضاة وكذا راح ينقص عليهم مشاكل كبار. هاد القضايا اللي راهي قضيه ما تجوش على تقريبا 3 سنين وكذا تبقى الدور القضايا، يعني والله راح ينقصوا بزاف. والناس نعم، الحمد لله فيها فطره سليمه. كل مرآة هذيك اللي تكون فيها الغبار، مجرد فقط الانسان ينحي هذاك الغبار تتجلى هذيك المرآة. فالناس عندهم فطره سليمه، يحبوا الناس كاع سماح، ما كان حتى واحد يقول لك ما نحبش السماع وما نحبش الصلح وما نحبش كذا. فقط برك شكون يحرك الامور، شكون اللي يقود هذيك القاطره. نعم، والناس باذن الله تبعنا. والله هذه كلمه نوجهها للشيخ لو كان يفكر في الامر هذا جديا، وياخذ كما نقولوا احنا يزيد هو كذلك يشوف الطرق ديالو الى غير ذلك، من خلال تجربته كيفاش نجستوا هذه الامور عمليا. نعم، تبدا بالاحياء وبعد شيئا فشيئا تبدا تكبر ان شاء الله. نعم، حتى ممكن تولي هيئه، ولما لا تولي في المستقبل هيئه عندها كما نقول احنا صلاحيات الى غير ذلك. نعم، كيفاش تصلح بين الناس بالطرق الشرعيه. نعم، ما تخليش حتى توصل الامور الى ما لا يحمد عقبه. نعم، بارك الله فيك استاذ. شكرا سيد مزيان. دكتور، ربما رساله او رسالتين قبل نهايه البرنامج، تفضل. نعم، انا ايضا توجه بالشكر الجزيل لاخي محمد الحاضر معنا اليوم، ومن خلال جميع الاخوه والاخوات العاملين في هذا المجال الحيوي
الشرعي التربوي الحضاري، مجال الصلح والتسامح والصفح. فنتعاون جميعا إذا إن شاء الله. ربي قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. إليك الكلمة الختام. بارك الله فيك دكتور، نشكرك على كل هذه التوضيحات خلال هذه السهرة معا نحو الصلح. نشكرك أيضا سي محمد مزيان على حضورك، وهكذا هذه هي التجربة الأولى من خلال اسمح بنتنا عرضتها على فضيلة الدكتور سعيد بويزري، وسنرى في البرنامج ماذا يمكن أن نفعله في المستقبل القريب. بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيل الشكر على المتابعة والإصغاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.